جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ صالح. هل صحيح أنه لا شيء على الرجل إذا وقف بين يدي المصلي أثناء الصلاة؟ أرجو من فضيلتكم بيان الأدلة على حكم المرور بين يدي المصلي، وما هو الواجب على المصلي إذا مر أمامه من يقطع الصلاة؟ هل عليه إعادة للصلاة؟ المرور بين يدي المصلي الإمام أو المنفرد حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. والواجب على المصلي أن يتخذ سترة أمامه، فإذا اتخذ سترة أمامه فإنه لا يضره ما مر من ورائها، فإن لم يكن له سترة فإن المار يترك مسافة أمام المصلي إلى حدود 3 أذرع من قدميه ويمر فيما وراء ذلك. أما الماموم فإن سترة إمامه سترة له، وإذا دعت الضرورة إلى المرور بين يدي المصلي كالمواطن المزدحمة في المسجد الحرام، المسجد النبوي، والجوامع الكبار التي تزدحم بالناس، فلا بأس بالمرور في هذه الحالة من أجل الضرورة. نعم، جزاكم الله خيرا. وأما إذا كان أمامه شخص جالس أو أمامه شخص نائم أو شخص واقف فلا حرج في ذلك، لأن المحرم هو المرور والتجاوز. والدليل على جواز الاعتراض بين يدي المصلي بالجلوس أو بالوقوف أو بالنوم أن عائشة رضي الله عنها كانت تنام في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وتعترض، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد غمزها فكفت رجليها، فإذا قام من السجود أعادت رجليها أمامه صلى الله عليه وسلم. نعم.